أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نطالع كالمعتاد أهم ما تقوله الصحف العربية والمواقع اليمنية، ومن هنا ننطلق من المواقع الإخبارية اليوم من موقع البوست. يتابع محاولات ميليشيا الحوثي الاستفادة قدر الإمكان من أزمة البنك المركزي ومن عملية نقله إلى العاصمة مؤقتة عدن، وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تجبر مالكي المحلات والشقق والعقارات على دفع إيجار شهر لصالح البنك المركزي. قالت مصادر محلية لموقع بوست: ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في إب طلبت من أصحاب العقارات التبرع بإيجار شهر عن كل شقة أو محل تجاري أو أي عقار آخر لصالح حملة دعم البنك المركزي. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تقوم بالنزول إلى الأحياء السكنية حاملة سجلات وبيانات بالعقارات والمباني لمسح تلك الأحياء وتسجيل أعداد الشقق والمحلات المؤجرة وللإطلاع على قيمة الإيجارات. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات تقوم بإجبار المؤجرين وأصحاب العقارات على دفع إيجار لشهر كامل للبنك المركزي بالإضافة إلى مبلغ 10,000 ريال كمجهود حربي تحت التهديد والوعيد. عاد الهدوء إلى مدينة التربة، وهي المدينة التابعة لمحافظة تعز، وبعد حملة أمنية. عنوان موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية وقال: هدوء حذر في التربة جنوبي اليمن بعد حملة أمنية ناجحة ألقت القبض على مطلوبين. قال مصدر أمني في البلدة الواقعة على بعد 82 كيلومتر عن مدينة تعز أن الجيش الوطني اليمني وقوات الأمن دفعت بتعزيزات إلى التربة وما جاورها للقبض على مطلوبين حاصروا المجمع الحكومي وقتلوا ضباطا من اللواء 35 مدرع وهو الموالي للحكومة. أضافت المصادر ليمن مونيتور أن القوات نجحت في القبض على 5 من أبرز المطلوبين. عن بير باشا، السوق الشارع الذي شهد واحدة من أبشع جرائم ميليشيا الحوثي ضد المدنيين. وكتب خالد الروشان مقالا ونشره في موقع الوحدة ونت، وقال الكاتب: بير باشا فاضت بدماء الأطفال، هؤلاء هم أطفال تعز أيها العالم، هؤلاء هم ضحايا الإنقلابيين في اليمن. بير باشا امتلأت بدماء الأطفال حتى فاضت دما ودمعة، وفاضت معها روح البلاد حزنا وكمدا ودمعا، كأنه لا يكفي أن يموت الأطفال جوعا حتى تقتلوهم في الأسواق والشوارع. لماذا لا ترحلون عن تعز؟ ماذا تريدون منها بالضبط؟ تعز لن تطير إلى أفريقيا أيها الضباع العرجاء، تعز باقية في قلب اليمن وستظل، وأنتم الراحلون اليوم أو غدا تبقون فقط لقتل الأطفال، تبقون خنجرا في خاصرة البلاد وجرحا لا يندمل. أي شيطان كلفكم بهذه المهمة؟ تبقون في تعز فقط للمزيد من الضحايا والإغال في الجرح وتسميمه أيضاً. البلاد ليست في قلوبكم أيها القتلة، لو كانت في قلوبكم لما قتلت على أيديكم وبسببكم، فلماذا لا ترحلون؟ سترحلون آجلاً أم عاجلة؟ صور الأطفال كافية لأن ترحلوا للجحيم وليس فقط عن تعز، هكذا يقتلون الأطفال. فاضت بير باشا في تعز بدماء الأطفال، وفاض باليمن صبرها واحتمالها. إلى موقع مصدر أونلاين والذي تابع العديد من الموضوعات وجاء في عناوينه: الأصبح يقول مفوضية حقوق الإنسان تسعى لإفشال لجنة التحقيق الوطنية. عنوان من صعدة: تحضيرات لتحرير صعدة وتطهير جبل استراتيجي في نهم. من العناوين أيضا: التحالف العربي يدمر إحدى السفن الكبرى التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في تهريب الأسلحة. عنوان آخر عن شكوك بتورط الإنقلاب في خطف رهينة فرنسية لمدة 10 أشهر. مر اليوم العالمي لتكريم المعلم بدون انتباه، ولم يحظى المعلم اليمني بأي التفاتة أو اهتمام، وفقا لما قاله موقع الاشتراكي نت والذي عنوان: معلمو اليمن بين البؤس والحرب. يقول الموقع: تزامنت المناسبة مع بدء العام الدراسي الجديد، فيما يزال المعلمون اليمنيون يعانون من ضغوط وتأثيرات عدة دفعت الكثير منهم إلى ترك مهنة التعليم وإلى مزاولة بعض الأعمال الأخرى الأكثر ربحا أو الالتحاق بجبهات الحرب.
وثمنا لذلك سقط العديد منهم بين قتيل وجريح، وتعاني أسرهم شظف العيش والعوز. وكواحدة من صور المعاناة التي يتعرض لها المعلمون، قال الاشتراكي نت: المعلمون يتعرضون شهريا لاستقطاعات إجبارية من مرتباتهم ينفذها مكتب التربية والتعليم بالمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. هل تنقل إيران الفوضى إلى باب المندب؟ تحت هذا العنوان كتب السياسي اليمني المعروف ياسين سعيد نعمان، وقال نعمان في مقاله المنشور: الحادثة التي تعرضت لها الباخرة المدنية الإماراتية عرض البحر وفي الممر المائي بمضيق باب المندب من قبل إيران وحلفائها تزامنت مع إقرار قانون جاستا، وبالتحديد خلال المعركة التي شهدها القانون بين الإدارة الأمريكية وبين السلطة التشريعية الأمريكية بغرفتيها الشيوخ والكونغرس. استغلت إيران هذا الظرف الذي بدت فيه دول المنطقة مستهدفة بهذا القانون لتختبر الوضع المعنوي لدول المنطقة من ناحية، وتأثير هذا العامل المستجد على موقف الدول الكبرى من أمن المنطقة الذي يندرج ضمن النطاق الاستراتيجي للأمن العالمي من ناحية أخرى. ما يهمنا هو أنه كيف تصرفت دول المنطقة إزاء هذا المستجد الدولي وما رافقه من محاولة لنشر الفوضى في هذا الجزء الهام من جغرافيتها، وفي ظرف تضافرت فيه عوامل إرباك ضخمة كانت كفيلة بارتكاب أخطاء قاتلة من شأنها تحقيق الفوضى التي استهدفها العدوان على الباخرة. لابد من الإشارة هنا إلى أن الطريقة التي تعاملت بها دول المنطقة مع القانون جاستا أظهرت إلى الآن تماسكاً جسد قراءة دبلوماسية مرنة وهادئة للمزاج السياسي الأمريكي المحكوم ببيئة مصالح متحركة وموجهة بقفازات القوى. المهم هو أن تتم المواجهة في الوقت الذي تأخذ فيه بالانكسار، لا سيما وأنه مهما بدأ أن تعقيدات العلاقة مع أمريكا قد تفتح أكثر من بوابة نحو صدام أشد، إلا أن الحقيقة هي أن الخلاف مع الولايات المتحدة لابد أن ينتهي إلى تسوية وتفاهم، ذلك أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال أن تسقط هذه المنطقة في فوضى الدولة الفاشلة كما حدث مع أكثر من دولة عربية. ولذلك فإنه مهما بدا أن الفجوة كبيرة إلا أن أسباب التفاهم والتسوية تظل أقوى. أن تنتظر راتبك لأربعة أشهر بسبب شحة السيولة النقدية، فالأمر صار مقبولاً ومعتاداً لدى المتقاعدين الذين يقبضون رواتبهم عبر الهيئة العامة للبريد في عدن، كما يقول موقع المشاهد، والذي أضاف نقلاً عن أحد المتقاعدين: إنه دفع 15% من إجمالي راتبه لموظف أحد مكاتب بريد العاصمة المؤقتة عدن مقابل أن يستلم راتبه من خارج البريد، وذلك بعيدا عن طوابير الانتظار التي صارت مهنة أخرى يقوم بها المتقاعدون. متقاعد آخر قال: إنه سار على ذات الطريق ودفع مبلغا ماليا إضافيا، وقال: أنا مجبر على هذا الفعل وإلا لن أستطيع استلام راتبي، أو أن علينا الانتظار لأيام ونحن بحاجة ماسة للمال من أجل أن نغطي احتياجاتنا الأسرية. يتابع الموقع: يشكو الناس من تأخر صرف رواتبهم كما يشكون عمليات الابتزاز والسمسرة والاختلاسات التي يقوم بها بعض موظفي البريد وسماسرتهم فيضطرون للقبول بعمليات الابتزاز. جولتنا المصورة اليوم بين أهم الصور والتي وثقتها المصورة إلاف المقطري لفريق من الناشطين أثناء تقديمهم المساعدات للمتضررين في منطقة حسنات شرق مدينة تعز، فلنتابع سويا الصور. مشاهدينا، نتوجه بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود للصحافة العربية، ابقوا معنا.
من جديد نرحب بكم ونصحبكم في جولة الصحافة العربية. البداية من صحيفة العربي الجديد والتي عنونت عدن: البنك المركزي يبيع الدولار لتغطية الرواتب. تقول الصحيفة: لجأ البنك المركزي اليمني إلى الإعلان عن بيع عملة أجنبية بالمزاد، وذلك لمواجهة نقص السيولة النقدية من العملة المحلية ولتأمين الرواتب. وأعلن البنك المركزي في عدن عن مزاد لبيع كميات من الدولار الأمريكي للراغبين من البنوك التجارية والصرافين والتجار. وأكد مسؤول في البنك بعدن للعربي الجديد أن اللجوء لبيع الدولار بالمزاد تم بتعليمات من رئيس الوزراء وبغرض شراء عملة محلية لدفع رواتب الجهات الحكومية في محافظات عدن وأبين ولحج. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي تابعت الوضع السياسي وعنونت: جهود أممية لاستئناف عملية السلام وفق القرارات الدولية. تقول الصحيفة: إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطلع سفراء مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية على التحركات التي يعتزم القيام بها في المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى السلام المنشود في اليمن. وأوضح ولد الشيخ في بيان صحفي أن اللقاء الذي جمعه مع سفراء مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية عرض آخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية ونتائج المشاورات التي جرت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب ولد الشيخ أحمد أعرب عن أمله في استمرار دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة اليمنية. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: وقالت محافظ تعز يدعو مسؤولا أمميا لزيارتها للإطلاع على أوضاعها. تقول الصحيفة في التفاصيل: إن محافظ تعز علي المعمري دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الطارئة ستيفن أوبراين إلى زيارة للمحافظة للإطلاع على الوضع الإنساني الكارثي والوقوف بجدية أمام الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع ضد المدنيين منذ 19 شهراً. وأشار المعمري في رسالة بعثها إلى المسؤول الأممي ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح تستهدف المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة وترتكب المجازر المروعة بحق المدينة والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتمارس جرائم الاختطاف والتهجير القسري للأهالي. أفاد المحافظ بأن مدينة تعز تتعرض لحرب وحصار خانق لم يشهد له نظير على مر التاريخ، إلى جانب تعرض البنية التحتية والمؤسسات والمصانع والمرافق الصحية والتعليمية في المدينة للاستهداف المباشر من قبل الميليشيا. إيران وعدوانية ما بعد الاتفاق النووي. تحت هذا العنوان كتب مارك دوبوفيتس مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد بالتزامن مع واشنطن بوست، وقال الكاتب: هل سيقوم البيت الأبيض عن علم بتحويل عشرات المليارات من الدولارات إلى فيلق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لتمويل ذبح السوريين؟ نظرياً لم يكن من المفترض أن يؤدي الاتفاق النووي مع إيران إلى تغذية الإمبريالية الإيرانية، مع ذلك فإن الرئيس أوباما فعل ذلك الشيء تحديداً الذي كان هو ووزير خارجيته جون كيري قد وعدا ألا يفعلانه، فهما يمولان الآن وبشكل مباشر عرض الرعب السوري والإرهابيين المسجلين على قوائم المراقبة الأمريكية. خلال المفاوضات حول الموضوع النووي الإيراني ومنذ التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأنه، ظلت الإدارة ترفض رفضاً باتاً مخاوف الكونغرس من أن يؤدي رفع العقوبات المفروضة على إيران إلى تمويل أنشطة الملال الخبيثة. التطمينات التي تقدمها الإدارة ووكالاتها في هذا الشأن يجري تقويضها من قبل سلوك إيران ذاته منذ يوليو 2015. فقد قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الوسطى إن إيران أصبحت أكثر عدوانية خلال الفترة التي مضت منذ التوقيع على الاتفاق النووي معها وحتى الآن. فالنظام الإيراني يحافظ في الوقت الراهن على نظام بشار الأسد قائما في سوريا ويدعم بنشاط حزب الله اللبناني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث عززت إيران جهودها لتكوين ميليشيات شيعية في الشرق الأوسط
للقيام بكل تلك الأنشطة والجهود يحتاج النظام الإيراني إلى الأموال السائلة التي لا يمكن تعقب مصدرها والقابلة للتحويل لعملات أخرى ويسهل نقلها في الآن ذاته. صحيفة الحياة اللندنية اهتمت بفوز مرشح جديد لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وعنونت الصحيفة غوتيريز أمينا عاما للأمم المتحدة. تقول الصحيفة: صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على اختيار رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريز لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وصوت الأعضاء الخمسة الدائمون أي بريطانيا، أمريكا، روسيا، فرنسا، الصين ببطاقات يختلف لونها عن بطاقات سائر الأعضاء. المرشح الذي يختاره مجلس الأمن يجب أن يحظى بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتولى الأمين العام الجديد منصبه في بداية يناير من العام 2017. خلال 48 ساعة فقط كان ما يزيد عن 11,000 في مواجهة حتفهم بالقرب من السواحل الليبية والإيطالية. وقالت صحيفة القدس العربي عن ذلك إن الشرطة تدخلت لإنقاذ أكثر من 4,650 مهاجرا قبالة السواحل الليبية وانتشال 28 جثة، ليرتفع بذلك عدد من تم إنقاذهم خلال 48 ساعة الأخيرة إلى قرابة 11,000 شخص. أفاد التقارير بأن أكثر من 20 شخصا اختنقوا حتى الموت في عنبر بقارب صيد مكتظ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى يومي الاثنين والثلاثاء إلى 50 قتيلا. ذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ المهاجرين الذين كانوا يبحرون عبر 33 قاربا، بينها 27 قاربا مطاطيا وقارب خشبي. يعتقد أنه كان يحمل نحو 1,000 شخص. تتابع الصحيفة: تبعد ليبيا نحو 290 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ويستغل مهربو البشر الفوضى في ليبيا ليتخذوا منها نقطة الانطلاق الرئيسية للرحلات إلى أوروبا. نوبل السلام عام 2016 تحت هذا العنوان كتب فيصل عابدون مقاله المنشور في صحيفة الخليج. وقال الكاتب: تكشف الأكاديمية الملكية السويدية غدا الجمعة عن اسم الفائز في عام 2016 بجائزة نوبل للسلام التي تكافئ الأشخاص والمنظمات التي قدمت أعظم خدمة للبشرية، وذلك من بين قائمة مرشحين هي الأطول من نوعها في تاريخ الجائزة المرموقة، وتضم 376. ويقف في طليعة المرشحين للجائزة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب مواقفها النبيلة في خضم أزمة المهاجرين، وينافسها على هذه المنصة أهالي قرية يونانية قاموا بإنقاذ حياة مئات المهاجرين من الموت غرقا. ويبرز على المنصة ذاتها بابا الفاتيكان فرانسيس الذي حصل على الفرصة بسبب مواقف قوية من قضايا اللاجئين والفقر وتغير المناخ والتطرف، وسيكون في حال فوزه الأول بين البابوات الذي تكرمه الأكاديمية السويدية. وفي طابور المنافسين الأقوياء للمستشارة الألمانية تأتي مجموعة المتطوعين السوريين المعروفة باسم أصحاب الخود البيضاء، الذين يقدمون خدماتهم وسط نيران أعنف حروب المنطقة وأشدها وحشية. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ باسم الفائز بهذه الجائزة بسبب أجواء التكتم والسرية التي تحيط بعملية الاختيار، إلا أن المنافسة ربما تدور في النهاية بين ميركل ومجموعة المتطوعين السوريين. وإذا حصل أصحاب الخود البيضاء على الجائزة هذا العام فإنها تكون المرة الخامسة التي يفوز فيها العرب، وكان أول عربي حصل على الجائزة هو الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في عام 1978، ثم فاز بها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1994. وفي عام 2005 حصل الدبلوماسي والسياسي المصري محمد البرادعي على الجائزة، وكانت جائزة نوبل للسلام لعام 2011 قد ذهبت إلى الناشطة اليمنية توكل كرمان، أما في عام 2015 فكانت من نصيب رباعي الحوار التونسي. مشاهدينا، إلى اللقاء. كاريكاتير.